صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في قيام بعض النساء بقص شعرها على شكل طبقات متدرجة من الكتفين إلى أعلى الرأس، وهن يقلدن في ذلك إحدى الممثلات الفاسقات؟ لا يجوز هذا، الذي تشبه من ناحية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه قوم فهو منهم. وفيه عبث بالشعر الذي جعله الله جمالا للمرأة، جعله الله جمالا للمرأة. ثم تأتي مشكلة إذا أرادت التحلل من الإحرام وعليها القصر، مش تعمل؟ منين تقص؟ من أي طبقة ومن أي درجة؟ القصر إنما يكون من رؤوس الذوائب قدر أنملة، هذه جعلته مدرج، يعني ايش تعمل؟ منين تقص؟ من أي درجة؟ هذا من التقليد الأعمى والتشبه الذي لا يجوز. نعم.